كيف نصنع قاعدة للشمع من العلب البلاستيكية؟ نحتاج إلى علبة بلاستيكية، لميع، صمغ، مشرط، شمع، مقص. بالمشرط نقوم بقص العلبة من الأعلى لتكون فوهة العلبة هي القاعدة. بالمقص نقوم بقص أطراف العلبة على شكل ورق الورد. نضع الصمغ على الشكل المكون ومن ثم نرش اللميع عليه من الداخل والخارج. نضع الشمعة في وسط الوردة المتشكلة ونضيئها. هل تعلم؟ الأرقام الموجودة على العلب البلاستيكية تدل على نوع المادة المسموح وضعها داخل العلبة، حيث أن هناك مواد غير مسموحة.